شوط أول جيد ومتكافئ من الفريقين، لكن ينتهي بتقدم النادي الأهلي في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب حسام عادل. أسيست أكثر من رائع من عمر سيد معوض، يسكنها اللاعب حسام عادل في مرمى مروان أحمد عبد العال حارس مرمى المقاولون العرب. نروح لفاصل، وبعد الفاصل التحليل الفني مع نجوم الاستوديو التحليلي الكابتن ماهر همام والكابتن محمد حشيش. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ماهر، شفت الشوط الاول ازاي؟ يعني شوط جيد للفرقتين، وعايز اقول لك اسامه بصراحه في جرأه من الفرقتين، يعني في ثقه، يعني تحس ان اللعيبه ادائها اداء زي اللعيبه الكبار، يعني من ناحيه التنظيم الدفاعي، من ناحيه التنظيم الهجومي، من ناحيه انتشار الفرقتين، من ناحيه الجمل التكتيكيه، من ناحيه الكور الثابته بيعملوها بتريك، يعني المقاولين الكور الثابته بيحاول يعمل تريك، النادي الاهلي بيحاول يعمل تريك. فانا شايف بصراحه اداء الفرقتين مميز جدا، في جراه من الفرقتين من بدايه المباراه، الفرقتين بيضغطوا على بعض من قدام عشان يعني النادي الاهلي بدا بضغط على المقاولين العرب على اساس ان هو يقرب من منطقه الجزاء ويقدر يصطاد هدف مبكر زي ما احنا قلنا يفتح بيه اللقاء. نفس الكلام المقاولين بيبادل النادي الاهلي بالضغط، يعني احنا شايفين دي من ضمن الهجمات الفرص للنادي الاهلي في بدايه المباراه، فرص من ضمن الفرص اللي كانت ممكن تسجل هدف. دي جمله برضك الكرات الثابته للنادي الاهلي بتمثل خطوره جداً. في احمد محمد عبدين بيطلع بيمتاز بالطول، عندنا حسام عادل، في الكرات الخطره تبقى خطره للنادي الاهلي الكرات الثابته. وانا عايز اقول لك اسامه كمان دي برضو من ضمن الفرص، دي من ضمن الحاجات اللي اتعمل زي كبار زي الفريق الاول. لو شفنا جول معلول مع حسين الشحات نفس الجمله، راح للخط وراح مرجعها لحسين الشحات. النهارده الولاد بيقلدوا نفس اداء الدرجه الاولى بهذا الشكل، راح للخط وبعدين رجعها بشكل جيد. التصويبه كانت اسامه بس غير متقنه. طبعا واضح ان التنظيم للفرقتين في نص الملعب في حته الاستحواذ وحته الكره الثانيه بيعملوها في الحاله الدفاعيه، اذا كان نص ملعب الاهلي بيقدر يسيطر عليها، اذا كان وسط ملعب المقاولين بيقدر يسيطر عليها. دي برضك من ضمن الحاجات اللي كانت مميزه في الشوط الاولاني. واضح يا اسامه من تنظيمات النادي الاهلي في الهجمات، النادي الاهلي وصل لمرمى المقاولين اكثر من 5-6 فرص، ودي برضك الفرص فرصه من ضمن فرص تصويب على المرمى. لكن الهدف كان اميز لعبه موجوده في الشوط الاولاني، رؤية سيد معوض بشكل كبير، ثم حسام طبعا. هنشوف الهدف وهنتكلم عنه دلوقتي. كابتن حشيش، ابرز اللعيبه اللي لفتوا نظرك في الفرقتين. في كم لعيبه كويسين في الفرقتين، نادي الاهلي ونادي المقاولين. مباراه يعني شوط اولاني الحقيقه شوط دي قوي. برضو من ضمن التسديدات اللاعب عبد المقصود محمود رفعت عبد المقصود، برضو من اللعيبه المميزه طبعًا في نادي المقاولين العرب، ولاعيب منتخب على فكره، منتخب هو اكتر من لعيب في المقاولين العرب. انا شايف ان الفرقتين فيهم لعيبه كويسه، شايف الفعاليه اكتر في النادي الاهلي من ناحيه شمال وزيها في المقاولين العرب ناحيه شمال. ناحيه اليمين هنا وناحيه اليمين هنا برضو في بطء شويه، لان برضو معوض بالنسبه للاهلي دايما بيخش على جوه، ما بتحبش يطلع على بره يلعب الاوفر، بيخش دايما من النص، بيحب يشوط وبيحب يخترق، بس الباك اللي ناحيته بقى ما بيكملش، اللي هو اعتقد فارس. طب سريعا عشان معلق المباراه معانا، النادي الاهلي يبتدي الشوط الثاني ازاي؟ نفس الاداء، ضاغط بس الناحيه زي ما بقول لك الناحيه اليمين مأمن ورا، مأمن ورا، وحاول ناحيه اليمين انها تبقى فيه يعني فعاليه اكتر من كده، ويحاول يعزز الجون عشان ما يرجعش يتراجع لورا ويحصل لا قدر الله هدف. وانا معاك ان يعني كابتن سامر ولاعيبي النادي الاهلي يبداوا يدوروا على الهدف الثاني، ده هيسهل المباراه عليهم كتير. بشكر ضيوفي ونروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى نروح لمعلق المباراة الكابتن محمد رمضان، وانتظرونا بعد نهاية اللقاء.